غريز الدجاج الأبيض بيعشق في مكان على الأغلب كل 100 تقريبا بمبيضة بيعشقه أو أزود أحيانا. بده ينتبه المربي بهالحالة هاي مشان الدجاج لو عشق بمكان ما يخنق بعضه. الدجاج يعني من شان المعيشة، مشان ايش بربي الدجاج؟ مش نعيش. كنت اشتغل بالاول، اشتغلت بالزراعة وبعدين اشتغلت بالنول. قلنا لك ان هاي بلكي بتطلع احسن. اشتغل تجارة العبي والصوف. كان عندك نول ولا بس؟ لا انا اشتري جيب بضاعة صوف، اعطيه بصوف واستلم عبي وبيقدمها للشارع. بديت المشروع لانه المصلحه هذيك خفت، يعني ما بقى احد يشتغل بهالصنعه القويه اللي بدها. هاي انا انسب شيء يعني على اساس انه في يعني البلد بحاجه لهالشيء. هذا الدجاج مليح، وانا جبنا دجاج صرنا ندير مصاري بالفايده ونشتغل ونعتمد. بديت مشروعي بالتعاون مثل ما قلت لك، يعني مع الاولاد بالتعاون. استعنا شوي دين من جماعة اللي معها المصاري، استعنا شوي قرض من الدولة بسيط يعني ما هو ذاك. والله شفت الناس، كل الناس عم تربي دجاج، عم نربي دجاج كرامة انه الانسان يمشي حاله، يعني كرامة معيشة للبلد. بعدها فكرت انه وجودي في المصلحة يشكل عائق اقتصادي امامي، لا سيما عن متزوج والي 4 اولاد طبعا بدهم مصروفهم. هون فكرنا انه اذا خلينا عن اجره البيت توفر علينا يعني قسم بسيط من جهه، من جهه ثانيه اذا مارسنا اي عمل ثاني ممكن يدر علينا بعض الارباح ويعوض او يساعد للراتب يكون. يربح. فما دام المشروع يتوخى الربح يعني ذلك ان الدولة لا يمكن الا ان تربح، وبالتالي لا يمكن للدولة الا ان تؤمن الاعلاف اللازمة وتبيع البيض بسعر يمكن ان يؤمن لها ولو ربح بسيط، ونحن كقطاع خاص نرضى بهذا الربح البسيط اذا كانت الدولة تؤمن لنا كل متطلبات الدولة. ليش اللي بالمدينة اللي عنده بناية ب 40 50 الف بيعطوه 20 الف ريال عليه؟ انا عندي بناء باكثر 200 الف ريال. أنا لو أعطيني بجوز أمن ذرة أو أعلاف لدواجني، ما أشتري اليوم بالسودة اللي حق الكيلو 135 كيلو. الحقيقة أن القطاع العام ما بيزاحم القطاع الخاص، لأنه تربية الدواجن كتربية ناشئة في القطر. نحن نتمنى أن تكون الدولة شريكا لنا في هذه التربية، لأنه الشريك يشعر دائما بمتطلبات شريكه ويشعر بآلامه وآماله. ونتمنى أن الدولة تكون شريك مخلص لنا في تربية الدواجن. أعرب السيد سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في إحراز تقدم بناء يستهدف تضييق شقة الخلاف بين الأطراف المعنية بقضية الشرق الأوسط. التلفزيون مشان ما أطلع برا، مشان ظل انتبه على الدجاج. ولو كنت سرت على التلفزيون من الساعة عند التلفزيون والساعة عند الدجاج. طيب في عم تعمل سهرات وتلتقي؟ لا ما بطلع ولا بعدي، لأني غارز شغلي كله بالمجانة.
اليوم من أحسن الغذاء ومن الغذاء الذي لا يشتغل عنه. أربع بيضات يوجد فيهم كمية بروتين كوقية لحم، وسعار البيض مظلومين نحن فيها. هو من الحرام بحق المربي يكون كيلو البيض بثلاث ليرات ونص، ما أمنه كيلو البصل وصل ثلاث ليرات. لازم يتبع سعر البيض حسب المواد الغذائية. من يد الرضا جرعة تبعث الجنون، كيف يشكو من الظما من له هذه العيون. بداية المصلحة كنت أنا أشتغل عالدجاج. وقت اللي تطورت المصلحة طبعا ما بقدر أقوم بالمصلحة كلها، عم نحط عمال. كانت العمال بداية مثلا عام 74 كانت بحدود 200 ليرة العامل، 75 300 ليرة، 76 350، وعم ترتفع نسبة أجرة العمال. والله سابقا وقت اللي نبعث البير يعني البير في دمشق مشان نبيعه، يعني نبيع على تاجر المفرغ، نعم في صعوبة بس يعني ناخذ زيادة شوي أكسب مني. عندي وقت اللي يعني بدي العمل عندنا يتطور وسننزل الشام، بدي تاجر الجملة يضرب علي، وصلت أنه يستورد من الخارج البيض، وصار عدة يعني خسارة علاني بسبب أن استيراد البيض من خارج القطر. قبل ما نبدأ بعملية الدواجن كان هناك أرباح للدواجن جيدة، أما في الآونة الأخيرة كان في عائق حول تربية الدواجن الأساسي الطعام، لأنه الأكل للدواجن صار يكلف كثير، ورخص الإنتاج صار ينعكس على المزارعين. جلالة الملك حسين أوقف دخول البيض للأردن من شأن المحافظة والصيانة للإنتاج الوطني عندهم. نحن نترجى من المسؤولين يكون حصانة لإنتاجنا. إذا جاء إنتاج بيض من برا يجب أن يكون بحد معقول حتى ما يزاحم البيض وما يضرب الانتاج تبعنا. تزاحم الدجاج ككل جائع، طبعا الدجاج وقت اللي عم تعودوا على ثلاث وجبات من الاكل صباحا بتقدم له وجبه، طبعا بعد الليل بيكون مش سائق كثير الاكل، وقت بحط العلف فورا بيركض الدجاج بتزاحم فوق بعضه البعض، هذا بيقرب الثاني واللخم بتخبص اللخم واللخم بتجي الثاني بيطيرها. السابق هو اللي طبعا الطير القوي البنيه هو اللي بيأمن هالشغلات. طبعا علي اشوف غيري متهني راضي بالي ليه ويرضيني بعدك عني. شو تعاوني انتاج ممكن يصير لا لان المشروع هذا اللي عم تفضل انت عنه هذا عنا نحن صعب تحقق، لان في مثل بيقول قرص الشرك ما نضج، ونحن جماعة بهالبلدة كل واحد بسبب ضعفني بهم يشتغل لبيته ازود من منا يشتغل للمجموع. وقت اللي بدنا نحط ناسات يشتغلوا على هالعمل هاي جاز ما تكون ميزاتها مزبوط وتكون المشروع بيفشل، والشرك ما في من وراء ايراد. لو كان الشرك بينفع لتشاركوا كل اثنين على مرأة، خصوصا ببلدنا هاي الضعيفة. بهالبلد صعب. نحن بدأنا بمرحلة التعاون بتسويق الانتاج باستيراد الاعلاف واستيراد الصيصان، وناجحة كانت معنا 100%. اما بالنسبة للتربية الجماعية صعبة تنجح. كينو حالي عدم من كثر هبالك احنا بالنسبة يلي عنده مثلا كمية دجاج من 5000 وما فوق بظل محافظ وماشي بالتربية. هاي مصلحتنا صفت، ما عندنا مصلحة غيري. البناء شو بدنا نعمل فيه بقى اذا ما عندنا ما بدنا نعمل ربي في مداجن؟ ما عندي مستغل غير المداجن اساسا، ما في استغني
لان بلدنا قلنا من توان لا صناعيه ولا تجاريه ولا زراعيه. عزت من الدجاجات ما فينا نشتغل. ما برجع للنول ولا باي شكل كان. لان النول عذاب، ملاقيين شغل الدجاج اريح علينا من شغل النول. بالنسبه للمربيين الصغار يعني بحدود ال 500 وما دون كان نهايته صفر، لانه مصلحه الدوله كمان عم تتطور واللي عنده راس مال كبير كمان عم يطوره. بالنسبه لي معي شهاده عموما.